طريقة بتاعت البوليان ترانسفورميشن بيبقى عندي ترانسفورميشن بسيط اس بتساوي كذا فانكشن اوف زي، اوكي؟ يعني بيسكلي انا بيبقى عندي اتش اوف اس موجوده كفلتر ديزاين، اوكي؟ جاي لي من الانالوج دومين. كل اللي بحتاج اعمله ان انا بدل ما بحط يعني بدل ما بحاول ان انا احول الامبلس ريسبونس احوله لامبلس ريسبونس في الديسكريت تايم، اوكي؟ انا باخد الفانكشن نفسها اللي هي في الفريكونسي او في الاس بلين او في لابلاس ترانسفورم دومين، وبحولها مباشره لفلتر ريسبونس في الايه؟ او فلتر ترانسفير فانكشن في الزي دومين. فبيبقى عندي اتش اوف اس باخدها للاتش اوف زي بان انا احط كل زي بتساوي الكلام ده كي 1 ماينس زي ماينس 1 على 1 بلس زي ماينس 1، والكي بتاعتي بتبقى عباره عن 2 على تي اس، اوكي؟ تي اس دي اللي هي السامبلنج فريكونسي بتاعي او سامبلنج بيريود بتاعتي بتساوي كام. لو انا عايز ارجع الفلتر بتاعي بقى الناحيه الثانيه بس اعمل الانفرس بالين ترانسفورميشن اللي هو زي بتساوي 1 بلس اس اوفر كي على 1 ماينس اس اوفر كي. احنا عاده بنستعمل ده، يعني عاده ما بنستعملش الجزء الثاني ده. ونفتكر طبعا احنا عندنا المابنج اللي بين الاس بلين وبين الزي بلين كان عباره عن كل اللي هو الليفت هاف سايد بتاع الاس بلين اللي هو في لابلاس ترانسفورميشن كان هو بيماب للانر سيركل او الانسايد اوف ذا يونت سيركل في الايه؟ في زي دومين، اوكي؟ فاحنا في الاخر احنا بنستغل المابنج ده عشان نعمل نطلع بيه البايلينر ترانسفورميشن. فهنا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا استعمل واحده من الانالوج ديزاين ميثودز اللي زي مثلا الباترورث فلترز او التشيبيشيف او الاليبتيك فانكشن فلترز او الحاجات دي كلها، واطلع الترانسفير فانكشن بتاعتها، وبعد كده اجي اعوض على طول هنا من البايلينر ترانسفورميشن بقيمه الاس، اوكي؟ عشان اطلع الترانسفير فانكشن المقابله ليها في الزي دومين. في عندنا بقى مشكله صغيره بتظهر في استعمال البالين ترانسفورميشن، فيها الحقيقه العلاقه بين الفريكوانسي في الانالوج دومين والفريكوانسي في الديسكريت دومين مختلفه شويه عن اللينير ريليشن شيب اللي شفناها في الايه في الجزء بتاع الامبلس انفاريانت ميثود، اوكي؟ فلو احنا جينا رسمنا الفريكوانسي اللي هي الانالوج فريكوانسي فيرسس الديسكريت فريكوانسي هنلاقي ان العلاقه بيطلع حاجه عامله بالمنظر ده كده. لو احنا عملنا استنتاج من الـ من الاكسبريشن بتاع البالين ترانسفورميشن ان اوميجا اللي هي الانالوج فريكوانسي بتساوي كي كابيتال كي اللي هي عباره عن 2 على تي اس زي ما شفنا تان اوميجا اوفر 2، لو جينا رسمناها يطلع شكلها عامل حاجه بالمنظر ده كده. يعني بمعنى ان احنا لو بنيجي نرسم الفريكوانسي بتاعتنا اللي هي الانالوج فريكوانسي فيرسس الديسكريت فريكوانسي هلاقي العلاقه ما هياش لينير، ممكن تبقى لينير في الحته الاولانيه او تقريبا لينير في الحته الاولانيه، انما في الحتت اللي في الاخر دي هايلي نون لينير. طبعا الحاجه دي جايه لي بالشكل ده نتيجه ان عندي البلين كله اللي هو الليفت هاف بلين كله بماب لليونت سيركل. فمعنى كده ان احنا بالتاكيد لما بكون بماب من مايس انفينيتي انفينيتي كفريكوانسي يعني صعب جدا ان انا احطها بشكل لينير وتبقى من 0 لغايه توايس باي او من ماينس باي لباي. فبيسكلي هو هنا بيعمل لنا مابنج لانفينيت رينج، يعني هنا الفريكونسي رينج بتاعنا هنا انفينيت وهنا محدود هنا من ناقص واحد لواحد. لو انا خدت رسمتها مع اللي هو النورماليزد ديسكريت فريكونسي هلاقي ان عندي هنا ده من ناقص واحد لواحد مش هيتغير، ده عند انفينيتي هيوصل لواحد وده عند ناقص انفينيتي هيوصل لناقص واحد، انما في اي فريكونسي في النص هتبقى من ناقص واحد لواحد. فدي طبعا حاجه مهمه جدا عشان لما بنيجي نعمل ديزاين عشان نماب التو فريكونسيز لبعض لازم نبقى واخدين في اعتبارنا اللي بيحصل الرابنج اللي بيحصل دوت او الـ الشكل اللي بيحصل هو النون لينير ريسبونس او النون لينير ريليشن شيب بتوين التو فريكونسيز دول عشان اقدر بيهم ان انا اديزاين الفلتر سبيسيفيكيشنز بشكل مظبوط، اوكي؟ يعني انا دلوقتي لو عايز في الفريكوانسي اللي هو الديسكريت فريكوانسي عايز مثلا كات اوف فريكوانسي بتاعي يبقى مثلا من ماينس 0.2 ل 0.2 يعني عايزها تبقى 0.2، اوكي؟ وعايز الستوب باند بتاعي يبقى 0.6 لازم اجي هنا اشوف ده هيبقى مقابل لكام في الانالوج وده مقابل كام في الانالوج واجي بعد كده ديزاين حسب الحاجه اللي انا عملت لها ديزاين او حسبتها في الانالوج دي احسب انالوج فلتر وبعد كده احوله بعد كده بالبايلينر ترانسفورميشن. فالعلاقه اللي بين المواصفات اللي موجوده عندي في ديسكريت دومين مختلفه ما هياش لينير مع العلاقه بينها وبين بين الفريكونسيز اللي موجوده عندي في الانالوج دومين، اوكي؟ فلازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا علشان واحنا بنعمل ديزاين لازم نديزاين الانالوج فلتر بالمواصفات اللي احنا جايبينها من الترانسفورميشن اللي بين الاثنين دوت.